السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. إن شاء الله كنتمنى أنكم الوليدات تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير، نتوما كل الأحباب ديالكم، لي مامون لي بابا لي بارون ديالكم كاملين. اولا احب ان ارحب بكم بهذا الفيديو التقديمي على قناتكم نزهة للتعليم الابتدائي والاولي، وتقري انا من هذه القناة ان شاء الله. هذه القناة هذه احاول من خلالها تبسيط وتقريب المعلومة لجميع الاطفال بين سن 5 سنوات الى 11 سنة، اي من التمهيدي الثاني الى 6 ابتدائي، مع تقديم قواعد في اللغة العربية والفرنسية وكذلك مادة الرياضيات. يعني غنحاول نقدم لكم ان شاء الله قواعد في غرامير، في كونجيغيزون، لورتوغراف، ليكسيك، برودكسيون اكريت، يعني جميع المواد ان شاء الله اللي كيكونوا عندكم في المادة الفرنسية. وكذلك بالنسبة للغة العربية التراكيب، الصرف والتحويل، الإملاء، بعد مواد التعبيرية في مادة الإنشاء. وإن شاء الله مني غادي تبدا السنة الدراسية الجديدة إن شاء الله وبحول الله. حنا ما عارفينش الكتبة واش غيتغيروا ولا ما غيتغيروش، إن شاء الله درس بدرس في المواد ديال اللغة العربية والفرنسية والرياضيات غنبدا نشرحهم لكم إن شاء الله، ونحطهم لكم في القناة ديالي نزهة للتعليم الابتدائي والأولي. أنا هنا كنتمنى منكم فقط دعمي بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد، كل شيء جديد. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أمنيتي، الأمنية ديالي هذه والأمنية ديال الجميع، ونتأكد أنا أمنيتكم تنتوما، لأن فعلا كلنا جلسنا في الدار على من لو 16 مارس، يعني من 16 مارس حنا جالسين في الدار الحجر الصحي. ان شاء الله يا رب يا رب يترفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء باش كلنا نلتحقوا ان شاء الله بالمدارس ديالنا في اقرب وقت. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو ان شاء الله غيكون غدا ان شاء الله. ان شاء الله من بعد غنبغي نقول لكم الوقيته، غنتواصل معكم نقول لكم الوقيته فاش نحط لي فيديو ديالي. خليتكم على خير والى اللقاء.